بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بكم. صباح الخير للجميع. طبعا اذا كان الدنيا الصبح عندكم، انا الان الدنيا الصبح، وطبعا هذا الدرس يوم نشاط لاني كنت امارس رياضة الركض على البحر من بعد الفجر، وانا الان في هذا الدرس. اليوم الدرس نشيط زي ما بتشوفوا امامكم. في عنا التكست بيمشي على طريقة معينة، وخلفها في زي موشن بلير. هذا الدرس مهم، رح نعمل هلا كل الخطوات ونشوف كيف نعمل هاي الشغلة. الحلو في هذا الموضوع انه اشكال بسيطة واشياء سهلة ممكن نطلع منها اوبشن حلو بهذا الافكت. لو تحلل الشكل سريعا، في عنا تكست بيمشي بيتحرك على موشن باث، زي ما بتشوف حركته غير، يعني مو بس اتجاه اكس او واي او زد، اتجاه نوعا ما لولبي، ففي حركة، وفي خلفه زي موشن بلير. الموشن هاي عملتها عبارة عن سلندر، وحطيت لها افكت انه تعطيني جلو وانه يخفي لي الشكل. بس هذه الافكار البسيطة حبيت اشارككم فيها. طبعا درس بسيط وسهل، واتمنى انه يكون في معلومة جديدة تفيدكم وتنفعكم. خلنا نجرب الافكار اللي انعملت فيه. اول شيء انا بحب بهاي الدروس قدر الامكان يعني انه نحلل الشكل، وبعدين كيف ممكن نعطي النتائج وكيف نعمل رندر. انا الان عملت رندر، هذا معمول رندر جاهز على وسيكونس على الافتر افكت. وقفت الان الرندر يعني الانيميشن. اوكي، عندي الرندر هي هم فريم باي فريم موجودين ب بي ان جي اكستنشن. فايل المايا امامكم عبارة عن شكل، هذا بالضبط الفيو، شكل مخفي داخل السلندر. السلندر طبعا هاي امامكم مبينة تمشي على الباث. السلندر الان هي مبينة، ولكن لو تلاحظ انه الترانسبيرنسي تبعها اوكي 100% اخر شيء بيختفي، ولكن في عنا الجلو هون، عنا سبيشال افكت هايد سورس انا حطيت عليها تشيك، فهو بخفي لي الاصل تبعها وبضل الجلو. انا عامل الجلو كم 0.163. اوكي، بغض النظر، هلا ان شاء الله بالدرس بنشوف التفاصيل كلها كيف ممكن نعملها، وكيف انه الكلمه الاولى دوت ان سبوت مثلا تسبق السلندر، بعدين بيجي السلندر، بعدين يختفي. اوكي، بيختفي من طريقه انيميشن للترانسبيرنسي. وبكل هذا في عملت بالاوبشن اخر شيء بالرندر، عملت الموشن اللهم صل على سيدنا محمد، من المايا سوفت وير تحت حتلاقي موشن بلير. اوكي، 2 دي موشن. اوكي، خلنا نبدا سين جديد ونشوف كيف ممكن نعمل كل هاي التفاصيل سريعا سريعا. اوكي، الان عندنا سين جديد بدي ارسم فيه باث. روح على كرييت سي في كيرف تول، وافتح الفور ويندوز، وخنبدا نرسم من التوب فيو. راح ابدا ارسم طبعا كالعاده ثلاث نقاط، بعدين بيبدا يرسم الكيرف. الان ما في كيرف، النقطه الرابعه بيبدا يعطيني الكيرف، وهي اوبشن موجوده داخل الكيرف تول زي ما حكينا. لو عملت دبل كليك عليها حتلاقيها انه 3 دي كيوبيك، وهذا بتعطيني الخاصيه هذه الرسم. اوكي، عشان الكيرف الان برسم، لو لاحظت من الفور فيو انا برسم بس على التوب فيو، من السايد فيو والفرونت فيو عباره عن خط. فيعني بحب ارسم الكيرف، انا هذا الموضوع حكيت عنه بالدرس الماضي او اللي قبله، برسم الكيرف في جميع الاتجاهات عشان يعطيني كيرف مرتفع الى الاعلى. اوكي، كل نقطة في مكان، كل نقطة في كيرف عشان يعطيني ارتفاع. على كل الاحوال انت ارسم بالطريقة اللي بتحبها، وطبعا بعد ما تخلص الرسم حيكون معك الكيرف يحتاج الى التعديل. اكبس رايت كليك عليه واختار كنترول فيرتكس، وغير اماكن الفيرتكس حسب شكل الكيرف، حسب شكل الخط الذي تحتاجه. بتقدر تكبس على كل النقاط، وبعدين كنترول
وتسحب على النقطة الأولى، بتشيل التحديد عنها وترفع للأعلى. أوكي، كنترول تشيل النقطة عن الثانية وترفع الباقي للأعلى، كنترول تشيل عن الثالثة وترفع الباقي للأعلى. بهاي الطريقة بصير في عندك ارتفاع أكثر للكيرف، وبتنسقه حسب الطريقة اللي بتشوفها أنسب. أوكي، بهاي الطريقة ارسم الكيرف وعدل على أماكن النقاط الموجودة فيه حسب الرغبة، حسه ملح على الطعام. أوكي، غير شكل الكيرف، تستطيع أن تستورد، يعني تعمل امبورت للكيرف من برامج الفيكتور مثل الإلستريتر أو الكورل درو. على كل الأحوال ممكن تختار هذا الشكل، كفاية أكبس R على الكيبورد عشان أكبر حجمه. أوكي، الآن عندي هذا الشكل. الفكرة اللي راح أعمل عليها أول شيء راح أعملها من تكست. عشان تعمل تكست ممكن تجيبه من برا إلستريتر، وممكن تروح على Create Text وعلى الأوبشن بوكس وتكتب الكلام اللي بتحبه. هون أنا كتبت دوت إن سبوت، وتختار أول خيار منها اللي هي كيرفز وتكبس أبلاي. الآن كتب، سكر الويندو F عشان نشوفها، كتب دوت إن سبوت ولكن بالأوتلاين، وهذا بالرندر ما ببين، ما بنفعني. بدي أكمل شغل عليه، أروح على قائمة سيرفيسز واختار من سيرفيسز، اختار بيفل بلس. ولكن قبل ما تختارها لازم تختار المكان اللي بدك تعمل له بيفل بلس. واول شيء عندنا حرف الدي، ما تختار الكيرف اللي برا بس، اختار الكيرفين مع بعض، اكبس واسحب من الاعلى للاسفل او من الجنب، يعني باي طريقه انك تختار التو كيرفز الخطين مع بعض. اوكي، حرف الدي اكبس اف عشان تشوف اكثر انه مختار الكيرفين. بعدين روح على سيرفيسز بيفل بلس، حياخذ نفس الخصائص اللي كنا عاملينها بالدرس الماضي، تقدر تغير عليها بالطريقه اللي بدك اياها. انا الان على السريع بدي اعملها، بدي اختار الكيرفين والكيرفين هدول، وحرف الجي بختار لي اخر تول انا كنت عليها، حرف الجي بختار كل الكيرفات وبكبس حرف الجي على الكيبورد، جي وجي وجي جي جي و جي. اها، بس ديليت. اوكي، جي. الان من الاوتلاينر كل الكيرفات بشيل عنهم الهيستوري، انا حاطها على الكاستم، تقدر تروح على اديت ديليت باي تايب هيستوري، انا حاطها على الكاستم شيلف، وسنتر بيفيت وفريز ترانسفورميشن عشان يشيل كل الشانل بوكس ويخليها نظيفه. اوكي، الان الكيرفات الأصلية بدي أعملها ديليت، ما أحتاجها، وعندي كل الكيرفات هاي. عشان يمشوا مع بعض بالطريقة الصحيحة لازم أعمل كومباين. كومباين من قائمة بوليجون، أو أنا بحب أروح على الهوت بوكس أكبس سبيس بار وضلني كابس في مكان فاضي على مساحة العمل، ولكن بختار الأشكال اللي بدي إياهم، بكبس سبيس بار وبروح على مش وبكبس على كومباين. بهاي الطريقة صاروا عندي خط واحد، بروشيل عنهم الهيستوري والسنتر بيفيت وفريز ترانسفورميشن. اوكي، الان عندي الكيرف وعندي الكتابة، بحط الكتابة على بداية الكيرف احسن عشان تشوف بداية الحركة كيف شكلها. اكبس على اداة التحريك. في طريقة حلوة للسناب، سناب يعني تخلي الكتابة تمشي على الخط، بنعرفها هاي، حكينا عنها بدروس البيسكس، ولكن سريعا اكبس على أداة السناب، ولكن انتبه انك ما تكون محدد اي من الكيرفات هاي. اكبس كبسة برا، اختار الاشكال بشكل واحد، او اكبس في وسط المانيبيوليتر عشان يبين المربع الوسطي لونه اصفر. على كل الاحوال اختار الشكل، اكبس حرف السي، سي يعني سناب على الكيرف. اوكي، حرف السي وضلك كابس، لاحظ شكل المربع اللي بالوسط المانيبيوليتر بصير على شكل دائرة، يمكن مو مبين معكم بصير بالفيديو، ولكن لو تطبقوا تشوفوا امامك. اكبس حرف السي وضلك كابس، واكبس على ميدل كليك بالماوس على الكيرف، لاحظ انه بيمشي على الكيرف بالضبط، حطه بالمكان
بداية الكيرف، ممكن تعمل روتيت 180 درجة باتجاه واي، أو مو شرط 180، المهم باتجاه الكيرف تقريبا يكون بشكل مظبوط. اوكي، الآن عندي التكست مستعد للمشي على الكيرف. طبعا بصير انك يعني لو كان التكست مكانه في الوسط وعملت موشن باث اللي هلا بنحكي عنها بصير، ولكن هيك بتحدد المكان اللي بدك اياه احسن واتجاه افضل. الان صار في عندنا هيستوري، او مش هيستوري، صار في عندنا ترانسفورميشن، بنشيل عنها فريز ترانسفورميشن من من موديفاي فريز ترانسفورميشن. طيب اكبس على التكست، شيفت اكبس على الكيرف، وروح على قائمه جديده اسمها موشن باث، روح على قائمه انيميشن، روح على انيميشن انيميت، اخر شيء حتلاقي تحت موشن باث، مو اخر شيء تحت، خلينا نكبس على الخط اللي فوق ونسحبها على جنب عشان راح نستخدمها في هذا الدرس. اوكي، اول شيء اعمل اتاتش تو موشن باث، بس مجرد انك كبستها اوكي السكيل الباث، خلينا نشيل عنه الهيستوري ونعمل فريز ترانسفورميشن. اوكي، اختار الباث، شيفت اختار التكست، اكبس اتاتش تو موشن باث. في عندي بحكي لي ترانسليت اكس، في عندي عليها مشكله. على كل الاحوال هذه المشكله بسيطه، روح على شيل الهيستوري والسنتر بيفيت فريز ترانسفورميشن، اذا ما راحت معك اكبس على كل الشانل بوكس واكبس رايت كليك واكبس بريك كونكشن. طبعا اتوقع ما حيصير عندك اشي لانه في عندي ترانسليت زد عليها مشكله، ما بعرف من وين اجت هاي انه في عليها كونكشن. على كل الاحوال هذا اللي صار، شيل الهيستوري مره ثانيه على فريز ترانسفورميشن، والان ان شاء الله حيكون بدون مشاكل في ان كيرف 1 وكيرف 2. ايش كيرف 2؟ اها، هي هاي اللي عامله مشكله على فكره. ديليت ما بدنا كيرف 2. اوكي، مره ثانيه اكبس على التكست، اكبس على الباث واتاتش تو موشن باث، حتلاقيها اجت في المكان المظبوط ومشيت الكلمة على الخط. تمام، موشن باث اموره تمام، بيمشي على الخط بالطريقة الصحيحة، ولكن عندي هون المشكلة انه شوف يعني ما بتبع الخط. يعني بهاي المرحلة لو كبست اف على الكيبورد حتلاقي انه الخط مايل، مو متبع مو متبع الخط. عشان يتبع صح في عنا فولو باث، فولو باث اكبس على الاوبجكت اللي انت عامله على الاتاتش اللي عامله اتاتش تو موشن باث، واكبس على فولو باث اوبجكت. لو كبست عليها مباشرة بتلاقي التكست صار يتحرك بطريقة على الباث مباشرة، ولكن هون الباث عندك 24 فريم. اوكي، اخذها حسب، اخذ الموشن باث الاتاتش تو موشن باث طبعا الحركة الأولى، اخذها 24 فريم، فحتكون الحركة سريعة. اوكي، لو عملت بلاي حتلاحظ انه الحركة سريعة. عشان تبطئ الحركة انت الان ممكن تعملها، اول شيء عشان تبطئها قبل ما تعمل اتاتش تو موشن باث، هي الحركة الاولى، زيد التايم لاين، خليه مثلا 80. اوكي، 80 فريم، بعد 80 فريم بدي اياها تتحرك، ولكن الان انت عملت اتاتش بصير انك ترجع وتعيد الانيميشن، ولكن شوف لو بعد 24 فريم حيثبت. ولكن الطريقة الأسهل اختار التكست واختار من الموشن باث من هون، وروح على قائمة ويندو انيميشن اديتر على الجراف اديتر. من الجراف اديتر حتلاقي فيه الانيميشن باث عندك، من لو كبست على الخط الأول حتلاقيه من بيبدأ من 1 والنهاية ل 24. بدل 24 اكبس 60، اكبس 80. اوكي، هي 80 مثلا، حتلاقي انه الانيميشن صار عندك ابطا وفولو باث امورها تمام. وبهذه الطريقه
انت عملت فولو باث وانيميشن بشكل بطيء واموره تمام. بس خلصنا، هذا هو الفكرة من الدرس attach to motion path. ولكن بدي اكمل عشان نوصل الفكرة كاملة، لا حسب زي ما عملناها بالفيديو اللي شفناه في البداية. اول شيء انا عملت سلندر، السلندر هاي ازيد ارتفاعها وازيد، لاحظ انه من خصائصها الديفولت انه بالهاي سبديفيجن هاي حتلاقيها رقم واحد، يعني ما في عنا اي خط بالوسط الا واحد. بدي ازيدهم لكمية كبيرة عشان يعني يكون واضح الفولو باث عليها. اوكي، واقلل شوي من العرض. اوكي، نجيبها على الباث بان سي، وضلك كابس على الكيرف وروح للبداية، روتيت حسب اتجاه الكيرف. اوكي، يعني هذا الكلام انك انت تستطيع ان يعني بتقدر تحط اكثر من اوبجكت واحد على نفس الباث. هاي معلومة مهمة تستفيد منها. اوكي، حدد المكان اللي بدك اياه، بعدين روح على كاستم او عندك كيف حاطط، ديليت الهيستوري والسنتر بيفيت وفريز ترانسفورميشن للاوبجكت هاد، اختاره واختار الموشن باث. ولكن قبل ما تعمل اتاش رح تلاحظ انه رح يعمل لها 80 فريم ديفولت، تقدر تعملها وبعدين تعدل على المكان اللي بدك اياه. انا من البداية بدي اياه مثلا 100 فريم. اوكي، فهون رح ياخذ 100 فريم. لو بدي اياه 90 بقدر احط هون 90، اكبس 90 ممكن يكون احسن. اوكي، الان 90 فريم، 90 فريم راح يكون الموشن باث من 1 ل 90. البداية الكلمة من 1 ل 80، ولكن هذا من 1 ل 90 عشان يوصل بعد. زي ما لاحظت الفيديو، اذا لاحظت هون بالفيديو الفيو هذا اللي وراه بيوصل بعد بكم فريم. اوكي، فهذا عشان هيك بدي اعمل بعدي ب 10 فريمات اللي هي 90 فريم، وراح اعمل اتاتش تو موشن باث، وراح اعمل مباشرة فولو باث. بهاي الطريقة صار عندنا في اوبجكت جديد بيمشي مع الدوت ان سبوت، مع الكلمة بتبعها وراها. طبعا في البداية صار عندك عناصر كثير، في مثلا عندنا هذا الكيج، هذا القفص حول كلمة دوت ان سبوت، هذا بنسميه ديفورمر. ديفورمر عشان تشيله بس كرؤية، عشان تشيلهم وما تشوفهم ويضلوا تأثيرهم موجود، روح على قائمة شو وشيل ديفورمرز عنها تشيك، حتشوف انه الخط بدونهم. والكيرف هاد اذا ما بدك تشوفه طبعا بدك تعدل عليه، بتقدر تعدل عليه الان ما في مشاكل، اكبس رايت كليك و كنترول فيرتكس وعدل كما يحلو لك على الكيرف، وحتلاقي انه مباشرة في تعديل لايف على الانيميشن وعلى شكل الحركة وعلى شكل العناصر الموجودين عندك بالشكل. اوكي، حلو جميل. الان بعد ما تخلص شغل بتقدر انك تخفي الموشن باث بانك شو كيرف نيربس كيرف تشيلها، وحيضل عندك شغل على الاوبجكتس فقط. اوكي، تختار شكل مناسب للكاميرا. هون عشان تحدد اكثر تقدر تعمل 100 فريم مثلا عشان يثبت الحركة بالاخر. شوف هيك بتثبت شوي، تقدر تحط 150 فريم. اوكي اوكي، هذا الشكل بدي اكبره، حرف الار على الكيبورد كبره قليلا. شوف لما تكبره حيصير يعمل مشاكل شوي على الباب لانه صار في عندك ترانسفورميشن اكثر. بدي ارجع عنده عشان يرجع لحجمه الطبيعي. اوكي، هذا الاوبجكت على كل الاحوال ما راح يبين بالرندر. خلني اعطي ماتيريال واوضح الفكره اكثر. الماتيريال رايت كليك وضلك كابس اساين نيو ماتيريال، وخلني اعطيه اللون مثلا، اعطيه اوبجكت مثلا بلن، والبلن
بلين 1. الكلر خلني اختار لون مثلا البرتقالي. ودوت ان سبوت اساين نيو ماتيريال، خلني اعطيها اللون بلين واعطيها اللون احمر مثل الفيديو اللي شفناه. الان الفكره من البلين 1 اللي عملناها على اللون البرتقالي على هذا الاوبجكت، لو رجعنا عليها على البلين 1، في تحت من الخصائص اللي هي سبيشال افكت. سبيشال افكت اول خيار تقريبا بالمسكرين هذول، اكبس افتح السهم اللي على جنبها. وفي عندنا خلني اوضح الفكره، لو عملت رندر الان حتلاحظ انه في اوبجكت فوق الكلام. لو حطيت عليه جلو انتنسيتي وشلت زدت عليها، حتلاحظ انه في عنا صار في جلو على الشكل. جلو يعني هذا الهاله من الضوء حول الشكل. وبتقدر تعمل هايد سورس، يعني بتخفي العنصر الاساسي وبضل عندك بس الجلو. لاحظ حتى من الشكل هنا بتروح تختفي. اوكي، هايد سورس واعمل رندر الان، راح تلاحظ انه بس في جلو. اوكي، بس مكانها ثابت. عشان توضح فيه الحركه اكثر، ايوه، بعمل اللي هي الموشن باث. الموشن بلير. الموشن بلير بتعملها من الريندر سيتنج زي ما حكينا في بدايه الفيديو، وبتروح على مايا سوفت وير تحت على موشن بلير. وبتختار 2D موشن. اوكي، اسلم من 3D. شوف لاحظ هلا صار في عندنا حركه اكثر مبينه في الشكل. اوكي، هذه من خصائص الرندر. بتقدر انك تشوف الباك جراوند بطريقه مختلفه، انك تعمل الت مع بي عشان تشوفها مثلا باللون الاسود، بتقدر تختارها بشكل كبير. بتقدر تشوف الرندر داخل السيتنج. ومن خصائص الكاميرا، اكبس على شكل الكاميرا هون وكنترول اي حيعطيك الاتريبيوت اديتور. اختار انجل اوف فيو اللي هي زاويه الرؤيه، زيدها حتلاحظ انه الشكل ببعد، قربه ولكن بصير عندك شكل، يعني بتشوف العناصر بطريقه مختلفه عن الرؤيه العاديه. قارن بينها عندك على الجهاز بينها وبين الاصل. اوكي، هاي الفكره من الموضوع. طبعا الاحجام شوي مختلفه عن الاصل، بتقدر تكتب التكست اللي بدك اياه مناسب لك. بتقدر تعمل التكست الباث لهذا العنصر، شو نيرف سكيل الباث مختلف، تعمل دبليكيت منه وتطوله اكثر عشان يطلع برا الشكل زي ما انا عامل بهذا الفيديو. بتقدر تكتب الكلام اللي بتحبه، بتقدر تعمل تحدد الحركه. انا عامل 60 فريم تقريبا لهاي وليس 90. بتقدر تشوف بدك اياه، تعمل خصائص، تحط الالوان اللي بتحبها، تحط باك جراوند زي ما حكينا هون، بتعمل اكسبورت زي ما حكينا في دروس سابقه. يعني بتقدر تعمل رندر. من خصائص الرندر هون تعمل، خلينا نحكي شوي عن خصائص الرندر على السريع. من الكومون، الكومون بتختار الكاميرا اللي بدك تعمل منها رندر. انا هون مختار البيرسبكتيف. بتقدر تختار اول شيء الخصائص اللي هي الاكستنشن، خلينا نختاره البي ان جي مثلا او الجي بي جي. جي بي جي بعطيك اياها بدون باك جراوند زي ما حكينا، ولكن بي ان جي بعطيك اياها باك جراوند مفرغه. بتقدر تختار name underscore number dot extension، وتختار الفريم بادنج اللي هي عدد الفريمات، مثلا 100. بتقدر تختار حسب الخانات اللي عندك للأرقام، من 1 ل 100 مثلا. بتقدر تختار عدد الفريمات، وتحت هون تختار الكاميرا زي ما حكينا perspective. وفي عندنا هون بتقدر تختار الرندر انه يكون اتش دي او فول اتش دي، او يكون عندك البال او اي نظام بتحب تشتغل عليه. ومن المايا سوفت وير تقدر تختار الكواليتي، تختار مثلا برودكشن كواليتي. برودكشن كواليتي بتعطيك كواليتي اعلى للشغلات، وتاكد انه الموشن بلير شغال والتو دو موشن. وبعد ما تعمل كل هاي الخصائص، روح على قائمه رندر او على الهوت بوكس، واختار من رندر باتش رندر. طبعا بدك تكون مسيب الفايل عندك بالبروجكت عشان يبين عندك
سيكونس صح، بس اكبس عليها مباشرة بيبدأ يبين عندك الشكل بهذا الشكل زي الشكل اللي عندي فريم باي فريم. ولا تخاف لما تكون الباك جراوند لونها ابيض، هون تقدر تغيرها عن طريق اي برنامج من برامج الايديتنج مثل الافتر افكت، ويخرج عندك الشكل بهذه الطريقة وهذا التصميم الجميل. طيب، وطبعا هذا زي ما حكينا الباك جراوند ترانسبيرنت، يعني تقدر تضيف لاير. قبل ما انهي بسرعه بسرعه، رايت كليك هون او من هون، رايت كليك ونيو، وتحط سوليد مثلا، وتعمل يعني ميك كومبوزيشن سايز عشان يجي نفس المساحه، حيغطي كل اللي امامه. رجعه للخلف واعطيه من افكت اند بريسيتس، اعطيه رامب مثلا، رامب، اكبس دبل كليك على الرامب مباشرة وانت محدد اللاير، او اكبس عليها واسحب وحطها على اللاير اللي بدك اياه. اجى على الموشن باث، اسف، حطه على اللاير الباك جراوند مثلا. حتلاحظ انه في عندك باك جراوند، غير الالوان واستمتع بالاشكال، و دعيلنا وخليك دائما انسان ايجابي. الركض على البحر الصبح ممتاز، بعطيك حيوية وايجابية في الحياة. حتلاحظ انه في عندك تغيير هون صار. وبس، اتمنى لكم يوما سعيدا وكل عام وانتم بخير. هذا عمر قنديل يحييكم، والسلام عليكم. شوف كيف شكل الحركة، تقدر تحط فيديو بالباك جراوند، تقدر تختار اشكال غريبة وبكثرة كلام. السلام عليكم.